افتتحت أولى جلسات الجمعية العامة 52 والتي تبدأ جلساتها بتقرير يقدمه الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي عن حال صناعة الطيران، يليه اجتماع أعضاء الاتحاد في جلسة عمل مغلقة لبحث واتخاذ قرارات بشأن الشؤون الداخلية والإدارية الخاصة بالاتحاد والشؤون الاستراتيجية المشتركة بين الأعضاء. إن اليوم في ظل التطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها العالم والتي تجعل المنافسة أشد بين مختلف شركات الطيران العالمية، نتطلع إلى فتح آفاق مستقبلية أكبر تسهم في رسم خارطة تاريخية لشركات الطيران العربية وتعزز التنمية المستدامة للعالم العربي أجمع. وهذا هو أكثر ما يشغلنا كمسؤولين في الحكومات، حيث أن مكانتنا تحتم علينا تأمين مستقبل الشعوب من خلال التنمية الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتبادل والتعاون التجاري. وتعقد حلقة نقاش تجمع رؤساء تنفيذيين وأصحاب القرار حول الأمور الاستراتيجية لصناعة الطيران. انطلقت الخطوط الجوية الكويتية حاملة حلم الآباء المؤسسون من مطار الكويت الدولي في أول شبكة خطوط لرحلاتها محدودة الطبيعة، وكانت شغلة لكل من البصرة وبيروت والقدس ودمشق وعبادان، لتتوسع اليوم إلى ما يقارب 50 وجهة في مختلف القارات، ولتتطور حركة النقل على متن طائراتها بطراد يناهز 5 ملايين مسافر مع نهاية العام المقبل بإذن الله. وتختتم الجمعية العامة أعمالها بمؤتمر صحفي يجيب خلاله رئيس الجمعية العامة وأمين عام الاتحاد العربي للنقل الجوي عن أسئلة الصحفيين. عايش المديني، تلفزيون دولة الكويت.